بحضور معالي الشيخ ميمة محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، احتضن المجلس الثقافي أولى فعاليات ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتابة الثقافية، حيث قدمت هيئة الثقافة محاضرتين ثقافيتين. وسهلت الكاتبة والإعلامية البحرينية الأستاذة سوسن الشعر برنامج اليوم الأول بمحاضرة حملت عنوان أزمة مثقفين العرب. أشادت في مقدمتها بالعلاقات الثنائية بين المملكتين، وتناولت فيها معطيات المشهد الحالي في المنطقة وما يواجه دول الخليج العربي من تحديات بسبب تهديدات خارجية، كما ناقشت وضع المثقف العربي وموقفه إزاء القضايا الخليجية. كما قدم سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة محاضرة قيمة بعنوان مملكتان بين رؤى التقدم والأمن الإقليمية، استعرض خلالها ما يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من أواصر قربة ونسب ووحدة المصير، مستشهدا بالتناغم والتوافق التام بين القيادتين القائم على أساس قوي. كما سلط سعادته الضوء على حاضر المملكتين وما تشهدان به من تقدم وازدهار بمختلف المجالات، مع عدم إغفاله لما تتعرض له المملكتان من تحديات أمنية وإقليمية تلقي بظلالها على الرؤية الاقتصادية 2030 لكلا البلدين. الموضوع اليوم كان حول حيرتنا احنا كمثقفين خليجيين بالسؤال عن موقف المثقفين العرب من أزمات دول الخليج والمرحلة الحالية التي نمر فيها من مخاطر. سعيدة بالمشاركة وبالتجاوب والتفاعل معهم. مشاركة المركز تتمثل في جناح خاص نعرض من خلاله آخر إصدارات المركز من تقارير ومن دراسات ومن أبحاث، وسعدت أيضا بالمشاركة في البرنامج الثقافي الذي من خلاله قدمت محاضرة بعنوان مملكتان بين رؤى التقدم والأمن الإقليمي. استعرضت خلال المحاضرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية المملكة الاقتصادية 2030 وما هي أوجه الترابط والتلاقي بين هاتين الرؤيتين وما هي التحديات التي تواجه تنفيذهما على أرض الواقع، وكيف تقوم مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية بمواجهة هذه التحديات.